مزيد من التفاصيل والمتابعة من خلال هذا الاتصال الهاتفي مع دكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. نتيجة تاريخية بإقرار صندوق الخسائر والأضرار، ربما لأول مرة بعد 27 عام من مطالبة الدول الإفريقية بذلك، ونجحت مصر من خلال مؤتمر شرم الشيخ في خطوة لتصويب الظلم العالمي وبخاصة في حق دول الجنوب، كيف ترى ذلك؟ الحقيقة في البداية طبعا نتوجه بالتهنئة لرئاسة المؤتمر طبعا وفخامة الرئيس لإشرافه واهتمامه بهذا الملف منذ بداية التجهيزات. ومصر الحقيقة قامت بدور هائل جدا في التنظيم، وتنظيم لا يقل في جودته وأهميته عن التنظيمات التي تتم في المؤتمرات المماثلة في الدول الغربية. فكل التهنئة يعني لكل من وقف وراء هذا النجاح. دي من الناحية التنظيمية. من الناحية التفاوضية عايزين نفرق بين التنظيم والتفاوض، لأن التفاوض ده بيحكمه هي عملية دولية بتشارك فيها كل الدول. الرئاسة المصرية بتعمل على التوفيق والتنسيق بين الآراء والوصول إلى رؤية موحدة. فمن الناحية التنظيمية لا غبار على التنظيم، التنظيم هايل جدا، ما فيش أي مشكلة في التنظيم. نعم. من الناحية التفاوضية النصوص التي صدرت طبعا حدث إنجاز تاريخي في إصدار قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار. نعم أتفق أنه هذا حدث تاريخي على أرض مصرية أفريقية، ولأول مرة يتم هذا، وده يحسب لمصر تاريخيا وسيسجل باسم مصر إن شاء الله، مصر صناعة التاريخ زي ما احنا عارفين. هناك العديد من الموضوعات التي كانت قيد النقاش على طاولة المفاوضات فيما يخص موضوع التغيرات المناخية بشكل عام. أهم هذه الموضوعات طبقا للتقارير العلمية التي صدرت قبل المؤتمر من الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، إن هناك زيادة مطردة وسريعة في تركيزات غازات الاحتباس الحراري، وأن هناك زيادة في درجات الحرارة، وأنه كان ينبغي التوصل إلى قرارات حاسمة وحازمة بضرورة إلزام الدول المصدر الأكبر للانبعاثات بضرورة خفض هذه الانبعاثات في جدول زمني محدد إنقاذا لكوكب الأرض. هذا القرار لم يتم التوصل الى 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 الى, إلى اتفاق شأنه. ايضا هناك قرارات خاصه بالتمويل، التمويل المناخ، ال 100 مليار دولار التي وعد بها المجتمع الدولي، المجتمع النامي، الدول الناميه منذ 2009 ولم يتم الوفاء بها. لم يتم التوصل ايضا الى اتفاق فيما يخص الموضوعات التمويل على المدى البعيد، ويكون تمويل محدد وتمويل محدد المصادر ومصادر حكوميه. الهدف العالمي للتكيف، التكيف مع الاثار السلبيه لتغير المناخ، ايضا من الموضوعات الهامه جدا. طبعا في المفاوضات لا يمكن ان تحصل على كل شيء. صحيح. فدي نقطه معروفه. فتحقيق مكسب فيما يخص صندوق الخسائر والاضرار هو مكسب ونجاح، مكسب وإضافة كبيرة أيضا، وإضافة كبيرة طبعا، ولكنه نجاح حذر. يجب أن ننتظر ونقرأ الوثائق التي صدرت بشيء من التفصيل والتحليل الفني العلمي. نعم. لأن هناك لجنة ستشكل لبحث آلية عمل هذا الصندوق ومصادر تمويله، ومن خلال متابعتنا للمفاوضات كان هناك اعتراض من التكتلات كبيرة زي الاتحاد الأوروبي ومدعومة بالولايات المتحدة. نعم. أن لا تستفيد من هذه التمويلات الدول النامية ذات الاقتصاديات البازغة زي الصين تحديدا، كان الكلام على الصين. نعم. إنها دول أصبحت حتى في الوقت الحالي لا تصنف كدولة نامية، لكن طبقا لتصنيف الأمم المتحدة هي ما زالت دولة نامية. فالاتحاد الأوروبي كان معترض إن الدول ذات الاقتصاديات البازغة، الدول النامية ذات الاقتصاديات بازغة النمو، أن لا تستفيد من هذا من موارد هذه الصندوق، ولكن تكون من الداعمين لهذه الموارد، يعني تشارك فيه يعني تمويله. نعم. تشارك فيه تمويله. طبعا امين عام الامم المتحده خرج النهارده وقال يعني انا كنت منتظر قرار خاص بالواحد ونص درجه مئويه اللي هو مرتبط بخفض الانبعاثات، لكنه اثنى على انشاء صندوق الخسائر والاضرار. وبالتالي احنا يعني طبعا نهني طبعا مره ثانيه الرئاسه المصريه للمؤتمر على هذا النجاح العظيم،
وهذا النجاح التاريخي. نعم. ونتمنى إن شاء الله في المؤتمرات القادمة أن يتم حل الموضوعات المعلقة. نعم دكتور، أيضا القرار شدد على الحاجة الفورية لموارد مالية جديدة وإضافية مناسبة لمساعدة الدول النامية الأكثر ضعفا، يعني إزاء التداعيات الاقتصادية وغير الاقتصادية للتغير المناخي. كيف قرأت ذلك البند؟ الإنشاء الصناديق الخاصة بالتمويلات المناخ ليست بالسهولة وليست بالأمر اليسير. ولدينا صندوق المناخ الأخضر مثلا، لو أخذنا مثال، هذا الصندوق استغرق في مفاوضاته حوالي من 10 إلى 12 سنة من بداية اتخاذ القرار لحين استقبال التمويلات والبدء في تنفيذ المشروعات. صحيح. هناك صناديق اخرى، صناديق الادابتيشن فاند او صندوق التكيف وصندوق المناخ الاخضر، وهناك صناديق خاصه بالدول الاقل نموا. هذه الصناديق بتستغرق لاعدادها وبحث اليه عملها والاجراءات الوصول الى التمويلات ومن يستحق التمويل ومن لا يستحق التمويل، وكيف تثبت ان انت دوله متضرره بالاثار السلبيه لتغير المناخ، ويجب ان يكون هذا الكلام موجود في الدراسات عندنا وفي السياسات وفي الاستراتيجيات، علشان لما اجي خاطب المجتمع الدولي اقول انا عندي دراسات بتثبت ان انا متضرر بالاثار السلبيه لتغير المناخ وبالتالي يجب تعويض. هذا الامر ليس باليسير. الصندوق الذي تم الاتفاق عليه صباح اليوم او فجر اليوم سوف يستغرق ما لا يقل عن 4 إلى 5 سنوات حتى يبتدي ان هو يستقبل تمويلات ويبتدي ان هو يمول، لكن هي خطوه ولوضع الاطر التنفيذيه ايضا والاجرائيه ليه. هي خطوه مهمه جدا كان يجب اتخاذها في هذا الوقت. لكن يجب ان تكون دورات المؤتمر القادمه والمفاوضين ان يعني يحذروا بشكل كبير ألا يتحول هذا الصندوق إلى نوع من غسيل السمعة الخضراء. صحيح. لشركات النفط الكبيرة العملاقة التي تحكم اقتصاديات العالم. نعم. إن يعني إيه يقول أنتوا كنتوا عاوزين صندوق الخسائر والأضرار، طب إحنا عملنا لكم صندوق خسائر والأضرار، سيبونا بقى إحنا نطلع انبعاثات زي ما إحنا عايزين. فهذا صحيح. الكلام طبعا مرفوض جملة وتفصيلا طبعا. علشان كده قرار خاص بخفض الانبعاثات خلال الدورات القادمة للمؤتمر من الموضوعات المهمة جدا. نعم. دكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، شكرا على هذه المداخلة.